السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الكبوط، هو ساهل ان شاء الله في الصاله في الخياطه ديالو. هنا عندي التوب مونطوني ديال الكيطمات، كي درت كبابط هذا كبوط ديال الخروج هكا الرومي. عندي هنا التوب دايره الحاشيه عند الحاشيه هنايا، وغنولي نجيب هاد الجهه هادي نطويها هكا عندي، وغنقلبو ليها حيت غيكون الكبوط مسدود من القدام. هاد الجهه هادي غتكون مسدوده صافي. دابا غنحط العبارات ديالي. عندي في الكتاف 44، غنقسمها على جوج 22، ونزيد سنتيم ديال الخياطه، نهبط هنايا 3 سنتيم، ونهبط هنا 22، قبلت هنا نيشان ندير 23. عندي في الصدر عندي فيه 30، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. وغادي نهبط 14 البط، الحوض غنهبط له 14، غندخل جوج سنتيم على الصدر، الحوض عندي فيه 34، هنا الدورة ديال العنق غندير 8، ونهبط جوج ديال الظهر صافي. ندورها هكايا، نجيب المسطره ونصيب هذه النقطه هذه لهنايا على الكتف، نجيب البيستولي ديالي نربطها مع هذه النقطه هذه، النقطه هنا اللي عندي ديال الكتف، الطول ديال الكبوط عندي فيه 78، ونزيد 3 سنتيم ديال لوغلي، هنا غندير في الإيفازي ديالو، غادي نخلي تقريبا التوب على العرض ديالو، غندير 39، نوصل من هنايا هاد النقطة ديال الحوض، نحاول هنا ما يجينيش خارج هنايا، يجي مبوق هكا ينطلع نيشان. غادي نطلع هنايا 12 ديال السنتيم، وغنجي لهاد المنتصف ديال هاد الدوره هادي هنا، وغادي نقوسها هكايا، يجيني بحال لي داير من هاد الجهه هادي. غنجي لهنايا وغادي ندير واحد الكرانه نعلمهم باش من كون كنخيط نحبس هنايا، وهذه غتبقى لي مفتوحه. غنحيد هنا الظهر، غادي نقص جوج سنتيم من هنايا من الامام، نهبط 14، ونقص جوج سنتيم من هنايا ندخل، هنا الكول راه يكون عندي كول في، مازال غندير له واحد الباندا غدور عليه فيها جوج سنتيم ونص. غادي نهبط العبار ديالي من هنايا، غادي نهبط في هنايا ندير 20 صافي، وندير خط على هذا الشكل، صافي هذا هو الكول ديالي. مازال غندير له واحد الباندا فيها 3 سنتيم في العرض ولا جوج ونص، وغادي يزيد يتجمع لي شويه. غنهبط هنايا واحد سنتيم،
جبرت التركيز ديالي نشوف شحال فيه. عندي فيه 28. هادو هنا الكمام ديالي. انا طويت هنا العبار ديال الكمام، جيت هنا درت خط مستقيم وغادي نهبط هنايا. انا هبطت 12 حيت مولات هاد الكبوط عامره بزاف، وغادي ننقص لها ما نديرهاش 13، ندير لها غير 12. وغادي نصير الخط من هاد النقطه هادي، نجي لهاد المسافه هادي نقسمها على جوج. وهذه نقسمها على جوج وهذه على جوج، نخرج من هنا سنتيم ندخل من هنا سنتيم، وغادي نمشي هكا لهاد النقطه هذه اللي عندي في الوسط، ندوز عليها وندوز على هذه اللي دخلت هنا سنتيم، وندير في الدوره ديالو 14. غتكون عنده الباندا. عندي انا في الطول ديالكم 60، انا عندي 58، وندير الباندا فيها شي 4 سنتيم. الدورة ديال الدراع عندي فيها 23، نهبط من هنايا من هاد البلاصة هادي واحد 7 سنتيم ولا 8، ونحط الدورة ديال الدراع عندي 23 ونزيد سنتيم، جاية نينيشان هنا في الخط. صافي ما غاديش نقص من هنا دابا، نخلي هكا. صافي هذا هو الكم ديالي. غنخرج دابا الباندات، ونخرج داك الباندا اللي غادي ندير بها الكول ديالي. هنا غادي نخرج الباندا ديال الكمام، درت هنا في العرض ديالها 6 سنتيم، وفي الطول ديالها غندير 23 على حساب الثوب. ما كيتيريش هذا بزاف، كيتير غير واحد شويه باش ما يجياش مزير على هنايا على اليد بزاف. صافي هادو البانداس بجوج ديال الكمام بجوج. غادي ندير دابا الباندا ديال الكول، نخرجها من الجهه اللي كتيري شويه من هاد الجهه هادي، نعبر الكول ديالي ونعبر هاد الدوره ديال الخلف هكا على جوج. غتكون عندي مطويه، غنعبر نشوف شحال فيها. عندي فيها 9، ونعبر هذه ديال الامام حتى هي راه عندي على جوج، هي 29، انا غندير 29. صافي غندير في الباندا 6 سنتيم، مي غنطويها على جوج غتولي عندي فيها 3، وغنحيد منها سنتيم نص سنتيم ديال الخياطه، يبقى لي جوج ونص. صافي هذه الباندا ديالي تنخيطو معاكم. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه وجاتكم سهله. ان شاء الله غندوزو للخياطه باش تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالي. هنايا غادي نمونطي اول حاجه، نبدا بالكتاف نمونطيهم. نطي اول حاجه الكتاف وندير الوجه عند الوجه. هنايا غادي نصاوب الكول ديالي. هنا جبت هاد الشريط اللي غندير في العنق، غادي نطلع من هنايا واحد 2 سنتيم ونص،
هنا غادي ناخذ المنتصف ديال هذا الشريط هذا، صافي. وغادي نجيب هذه النقطه هذه اللي عندي هنا في المنتصف، غنصيلها لهنا لهذا القنت، هنا غندير بحال مثلث هنا هكا هكا، وغنجي نبدا الخياطه من هنا من هاد البلاصه، ونمشي هكا نحشي الابره هنا في المنتصف، وندور هنايا ونجيب لهنايا الخياط. غنجي هنا نفرقها على جوج، ما نقش الخياطه، نوصل حد الخياطه نيشان، صافي. ونحل هكا، نقطع نقص من هاد الطريفات هادو باش ما يجونيش غلاظ من الداخل، صافي. وغادي نقلب هادي لهاد الجهه وهادي لهاد الجهه، صافي. نطوي هكا على جوج، هكا على جوج، وهكا من هنا كيجي هكا بحال في. هنا راه علمت المنتصف، وهنايا في الظهر علمت المنتصف. غادي نجيب هاد الخياطه هادي اللي خيطت، وغادي نشدها هنا بالبانكا، غنديرها في المنتصف نيشان، البانطه ديال العنق حتى هي درت لها المنتصف ديالها هنايا، غادي نلصقها مع هاد الفين علمت هنا فين طراسيت، غادي نعلم غادي نشدها، هنا غادي نجي فين عندي هاد الخياطه هادي ديال هاد البانطل، غادي نغرس الابره هنايا المنتصف وندور معاه كامل، راني شديته هنا بالبانكات، هنا غادي نلصق لكم، غنجيب لكم ديالي غادي نحطو هكا، وغادي نبدا من هنايا نقاد لكم ديالي من هنا، ونبدا بالخياطة، هنا راه درت ل درت مونطيتها بالسورجي، وغنعاود له الخياطه، لو بغيتو تخيطوه بالماكينه لما ديروا له السورجي، حتى تخيطوه عاد ديروا له السورجي. هنا الكرة دوزت له السورجي من الداخل، سورجيتو، وغندوز له عبر الصباط هنا من برا باش هاد الخياطة طيح لي ما تبقاش واقفة هكا، غنبدا الخياطة من هنا من الكتاف وندوز عليه عبر الصباط.
هذا هو الكول ديالي، هنا راه غادي يتحدد هنايا، راني غادي ندير لوغلي غنطوي هكايا واحد سنتيم ندور معاها، ندير غير واحد سنتيم هنا باش يجيني داك التقويصه اللي قوصت تجيني دايره. هذه البنطه ديال الكمام غندوز عليها بالخياطه من هنا من هذه الجهه هذه. ندير معها هذه البنطه هنايا بلاصه الخياطه، دير بانكانا نلصقو معاها الخياطة ديال الكوب والخياطة ديال الباندا، هاد الباندا نقسمها هكايا على جوج ونشدها عاود مع الجهة التانية ديال الكوب. هذه البانطا ديالي هذا هو الكبوط ديالنا، راه ساهل في الخياطه غير كيوجد. هذا هو الكميمات ديالنا راه درنا لهم الباندا، والكول ديالي هو هذا، غندوز له غير الحداده ولا الميكوات باش ينزل لي حيت توب شويه واقف. صافي راه درت له لوغلي من التحت هكايا كيجي مقوس. نتمنى يكون عجبكم هذا الكبوط، راه ساهل اللي بغا ديرو في هذه الوقيته ديال البرد، تاتوب هذا راه كيصلح في البرد، تلبس مع كبوط هكا بالعنق. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوناش من الدعم، واللي ما مشتركش في القناه يشارك، وخليونا التعاليق ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.